فلسطين موقعها استراتيجي كامل على خطوط التجارة كما رأينا بشكل واضح، وهذا الكلام جعل الكنعانيين ينتشرون بقوتهم وبحضارتهم في أكثر من مكان. فآثار الكنعانيين منتشرة اليوم في أريحة وفي القدس وفي غيرها، بل إن الكنعانيين كما قلنا سابقا هم شعب، في حلقة سابقة قلنا هو الشعب الذي انتشر في بلاد الشام، فمنه كان الفينيقيون وهم كنعانيون. وصل الأمر بالكنعانيين في مرحلة معينة إلى أنهم غزوا البحر وغزوا مناطق أخرى في شمال إفريقيا، بل إنهم أسسوا لأنفسهم بعض المستوطنات في شمال إفريقيا كما حدث في تونس وقرطاج على سبيل المثال، التي يعني تعتبر مناطق فينيقية. طبعا الفينيقيون هم الكنعانيون، لكن ذروة قوة الكنعانيين وصلت فعليا عندما تمكنوا من غزو مصر وإسقاط الحكم الأول، حكم الممالك المصرية الأولى، اللي هي ممالك ما نسميهم اليوم الفراعنة أو ممالك المصرية الأولى، والدخول في هذه المرحلة. يقدر ذلك تقريبا من قبل علماء المصريات، يعني العلماء التاريخ المصري، بحوالي تقريبا يعني 1650 قبل الميلاد، يعني بعد سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بحوالي يعني 100 وكذا سنة. فالفكرة 100 وكذا سنة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وهذه الفترة هي الفترة التي ترجح، يعني يرجح أنها المرحلة التي تسمى مرحلة حكم الهكسوس في مصر. ماذا تعني كلمة هكسوس؟ هكسوس تعني الشرقيون أو الذين أتوا من الخارج أو الذين أتوا من الشرق، وهذا يدلنا على أن الحديث عن سكان فلسطين. لماذا؟ لأن مصر ترتبط بشكل يعني بري مباشرة بفلسطين، وفلسطين هي مدخل بلاد الشام، وبلاد الشام في ذلك الوقت كانت أرض كنعة، والسكان فيها هم الكنعانيون. فلذلك الكنعانيون الذين كانوا في بلاد الشام وخاصة في فلسطين تمكنوا من الوصول إلى مصر لحكمها، وخاصة أن مصر دائما كانت واحدة من أعظم الممالك، يعني الأهرامات كانت قد بنيت قبل ذلك بفترة طويلة جدا، والعظمة المصرية القديمة كانت واضحة وكانت معروفة، والممالك المصرية الأولى كانت قديمة وعريقة وعملاقة كبيرة جدا. الآن الكنعانيون كانوا في البداية متأثرين حضاريا بهذه المنطقة، به مصر وبالحضارة المصرية الأولى، ولكن قوتهم بسبب موقع فلسطين الاستراتيجي خاصة على خطوط التجارة بالذات، كما نرى اليونانيون يأتون وغيرهم يتحرك من هنا إلى هناك ويأتون عبر فلسطين إلى البحر ثم من البحر إلى أوروبا ومنها إلى أفريقيا وهكذا، هذا الأمر أدى إلى ازدياد قوتهم وازدياد يعني عظمة مملكتهم لدرجة أنهم يغزون مصر. وهذا الأمر كان في عصر سيدنا يعقوب النبي عليه الصلاة والسلام ويوسف النبي عليه الصلاة والسلام. هنا تأتينا نقطة مهمة جدا، يمكننا أن نفهم قصة يوسف النبي عليه الصلاة والسلام فعليا في هذه المرحلة، يعني حوالي تقريبا 1630 قبل الميلاد بهذه الطريقة تقريبا. كيف؟ ماذا يعني ذلك؟ الدكتور أحمد إسماعيل نوفل، يعني أستاذ التفسير، كان قد كتب يعني كتابا في موضوع تفسير سورة يوسف، وكان له دراسة جميلة في هذا الموضوع. أذكر أنني قرأت هذا الكتاب أيام كنت في الجامعة. ففي هذا الكتاب يصل الدكتور أحمد نوفل إلى دراسة متعلقة بالألفاظ القرآنية التي يعني تتحدث في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في سورة يوسف. طبعا سورة يوسف هي السورة رقم 12 في القرآن الكريم. نلاحظ أن فيها كلمات تختلف عن ما تذكر، وتعبيرات تختلف عن المذكورة في قصة موسى عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال. فمثلا لا يوجد فيها كلمة فرعون، وإنما يوجد كلمة الملك. يوجد فيها تعبيرات غير موجودة في مصر التي كانت في عهد موسى عليه الصلاة والسلام، مثل ماذا؟ مثل كلمة العزيز، يعني امرأة العزيز إلى آخره، وقالوا يا أيها العزيز. لاحظوا الكلمة التعبير يعني العزيز كذا. هذه التعبيرات غير موجودة في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. والمعروف أن موسى عليه الصلاة والسلام كان في عهد الأسر المصرية، اللي هو العهد الحاكم الثاني بعد زوال الهكسوس. فبالتالي
في هذه المرحلة كان الذي يحكم مصر بناء على هذه النصوص الموجودة في القرآن الكريم ليسوا من المصريين الأوائل، وليسوا من سكان مصر فعليا، يعني ليسوا من الفراعنة، ما نسميهم اليوم الفراعنة، ليسوا منهم، وإنما كانوا من الغرباء، وهي مرحلة الهكسوس. وهذا الكلام يتبين لو فهمناه بهذه الطريقة نستطيع أن نستوعب أشياء كثيرة. مثلا عندما جاء إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام إلى مصر، يصلون إلى مصر لماذا؟ ليطلبوا الميرة. طيب لماذا يطلبون الميرة؟ هم أصلا كانوا في ذلك الوقت في النقب في فلسطين، يعني في شمال النقب، وجاء بكم من البدو، كانوا في منطقة البادية في بادية فلسطين. فلماذا كانوا يستطيعون بسهولة أن يتحركوا بين فلسطين ومصر ليطلبوا من مصر الميرة؟ ويأتون ببضاعتهم ويطلبون الميرة بكل بساطة، الميرة يعني القمح وما يحتاجونه. لماذا كان ذلك؟ بكل بساطة لأن البلاد كانت واحدة، ولأن القيادة أصبحت الآن في مصر. في نفس الوقت لماذا نظر المصريون في ذلك الوقت نظرة غير يعني مطمئنة فعليا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام؟ كيف يعني كان نبيا؟ لكن عندنا آية في القرآن الكريم، واحد من آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه، ماذا قال؟ قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. فهذا الكلام يتكلم فيه واحد من آل فرعون، وآل فرعون هم مصريون أصليون. لماذا؟ لأنه كانوا يعتبرون أن يوسف عليه الصلاة والسلام جاء في فترة الاحتلال وجاء مع عنصر خارجي. طبعا هذا نحن نعرف أنه نبي وكان محبوبا عليه الصلاة والسلام، ولكن لاحظوا النظرة العامة أنهم ينظرون فعليا إلى فكرة الاحتلال، لأن هؤلاء جميعا بنو إسرائيل الذين دخلوا إلى مصر في هذه المرحلة، كل السيد حتى سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام كانوا ينظرون أنهم من الذي جاء بهم؟ هم الهكسوس. ولذلك تلاحظون أن الرواية الموجودة لسورة يوسف عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم تختلف بشكل واضح، وتبين أن مصر يحكمها قوم غير الذين عرفناهم في التاريخ، وهذا ما يدلنا على أنهم الكنعانيون.